كنهضر على العمليه ديال الشلاله وانواع العدسات اللي تزرعوا في قلب العين، حيت موضوع مهم جدا وخص يكونوا المرضى واعيين بهذه النقطه. يعني خلال العمليه ديال الجلاله اللي هي عمليه متداوله بشكل كثير لا في القطاع العام ولا في القطاع الخاص، كاين العديد المرضى اللي كيتسائلوا كيفاش كتتم هذه العمليه. هذه العمليه كما شرنا لها، العمليه كتتم بواحد الفتحه اللي هي صغيره تقريبا 2 مليمتر، منها كتتف هذيك الجلاله واحد الدبدبات، ومن بعد كنزرعوا واحد العدسه في قلب العين. هذه هي النقطه اللي اليوم بغيت ناكد عليها. هذه العدسه اللي كتزرع لداخل في قلب العين هي عدسه اللي كتبقى دائما مدى الحياه، يعني خصنا نختاروا العدسه اللي تكون احسن جوده. هذه العدسات فيهم انواع، بعض العدسات كتصحح الرؤيه ديال البعد، اخرى كتصحح الرؤيه ديال البعد والقرب، وانواع اخرى كتصحح البعد والقرب والمنطقة المتوسطية. وهاد العدسات كاين اللي فيهم كيصحح حتى العوجاج اللي كيكون في الاستيغماتيزم ولا الانحراف اللي كيكون في القرنية ديال العين. يعني خصنا نختاروا عدسة اللي تصلح لكل مريض على حسب الحالة ديال العين ديالو. باش نقوموا بهذا الشيء كنقوموا بواحد المجموعة ديال التحاليل، واحد المجموعة ديال الراديويات واختبارات من قبل، وكنشوفوا العدسة اللائقة لكل حالة ديال كل مريض. وهاد العدسات كما كنقولوا كيبقاو ديما مدى الحياة، يعني ما يتشطرش المريض من هاد الناحية ويختار أحسن حاجة اللي تليق بعينيه. هاد الجلالة هي مسألة ضرورية، يعني ماشي اختيارية، كاين هذا المريض لا تصلح له هذا ما تصلح له. كاين بعض الحالات نادره ما كنديرهمش، ولكن هذاك ساعه من اختصاص الطبيب المعالج ديال العيون هو اللي غيقول للمريض شنو يصلح له. ولكن الاغلبيه الساحقه يعني 99.99% ديال العمليات كنقوموا بزراعه هذه العدسه، حيت الا ما درناهاش لداخل المريض ما غيشوفش مزيان بعد العمليه، ويقدر يحتاج واحد النظر غلاط بزاف وغتكون الرؤيه ديالو ضبابيه جدا. حيت مازال عندنا واحد الفكره من بعد واحد المرضى كيقول لك هذه العدسه واش كتحيد بالليل، واش هذه العدسه خصني نبدلها كل عام ولا 3 سنين، واش هذه العدسه يمكن لها تقياح ولا توسخ ولا شي حاجه. ما كاين حتى شي حاجه من هذا الشيء. هذه العدسات ولا بدا كنزرعوهم عند جميع المرضى اللي كيقوموا بالعمليه ديال الشلاله. بغيت نشير واحد النقطه مهمه، هي ان العمليات الجراحيه ديال خاصه في امراض العيون كتعرف واحد التطور كبير، يعني كل سنه عندنا واحد اشياء جديده كتظهر، تكنولوجيا جديده كتظهر، لا من ناحيه دقه العمليات ولا من ناحيه نوعيه العدسات ولا من ناحيه الوسائل الجراحيه ولا من ناحيه الراديويات. يعني احنا كنحاولوا ما امكن نتابعوا الوتيره ديال التطور التكنولوجي والطبي في هذا المجال. يعني كنتوفروا على واحد المجموعه ديال الاليات اللي كتساعدنا بالقيام بالعمليات الجراحيه بواحد الدقه عاليه، منهم كما كتشوفوا كاين العمليات الجراحيه بالجهاز الدبدبات الصوتيه اللي كيتوفر على تكنولوجيا متقدمه جدا، بحيث كتتم هذاك تكسير هذيك الشلاله لواحد الجزيئات صغيره وبواحد القوه فائقه، بحيث كتتم العمليه في واحد المده ما كتعداش ما بين 5 حتى 10 دقائق. وكان مؤخرا ظهر كثير هذيك التكنولوجيا ديال الجراحه ثلاثيه الابعاد مع التصوير المقطعي لجميع الجزيئات ديال العين، اللي كيساعد بزاف الجراح باش تكون دقة العملية في واحد المستوى عالي جدا.